السلام عليكم شباب. طبعا الماطور البارحة نشرت الفيديو هذا، شديت ان شاء الله. طبعا هاي الدشالي، يعني عندي مال الدشالي المستخدمة حوالي ترهمها ورحمة ان شاء الله. هذا الماطور سويت له قاعدة وربطته هيك، هذا ربط ان شاء الله راح نشغل لكم. هذا الكنترول، طبعا هاي المتحكم مال الاتجاهات. بسم الله، هاي الحركة مالته ان شاء الله تبين. طبعا الدائرة أنا بعدني ما مكملها، المتحكم مال السرعة الكنترول والاتجاهات راح أربطها ببوكس وواير طويل يعني حتى أتحكم بإيدي، والبطارية نفسها أحاول أربطها على أحد الأرجل، أسوي لها فد هولدر أو فشي وأربطها وأرتب الوايرات إن شاء الله. هاي طريقة العمل مالته. هاي إذا أريد نعكس الاتجاه، هاي طبعا هي أوف وهي عكس اتجاه، يعني اتجاهين يمين ويسار. الماطور طبعا نتحكم بالسرعة، احنا نحتاج دائما سرعة بطيئة اكيد. هاي هيك سرعة، يعني اذا اريد نسرع هاي العكس ان شاء الله واضح لكم الحركة. واي استفسار على طريقة الربط او يعني الكنترول الماطور البشالي، انا يعني حاضر وبخدمة الشباب ان شاء الله، واتمنى الفكرة تعجبكم. تحياتي.